أكثر من 1000 طبيب أسنان يشاركون في مؤتمر تجميل الوجه والفكين، جاءوا من دول الشتات والداخل المحتل ومحافظات الوطن بما فيهم غزة، إضافة إلى الجولان المحتل. مؤتمر راقي بجميع المستويات. أشكر نقابة أطباء الأسنان وعطوفة النقيب الدكتور رائد الجعبة على هذا المؤتمر المتميز، وكذلك هذا المعرض، وأنتم ترون بأم عينكم مدى الحجم الكبير للمشاركة في المعرض، والذي يعرض أحدث ما توصل إليه علم الأسنان من أجهزة ومعدات وأدوية في العالم. نقابة طب الأسنان تستهدف في مؤتمرها تثقيف أعضائها وزوارها بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا التخصص، وتعرض في معرضها أحدث الأجهزة والمعدات المحلية والعالمية. احنا وضع فلسطين في تجميل الاسنان وفي نقابات اطباء الاسنان العالميه سباقين، بكل فخر اعلن الان امام شبكات التلفزيون انضمامنا الى الاف دي اي، منظمه الصحه العالميه، هذه المنظمه التي اعترفت بدوله فلسطين وبنقابه اطباء الاسنان كعضو فعال مشارك في الصحه العالميه. الانضمام لمنظمة الصحة العالمية يعني تداول البحوث العالمية الأخيرة والدعم في سبيل تطور طب الأسنان على الصعيدين الطبي والعلاجي. لتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس .com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.